حلوة قوي يا احمد بجد. انا عايز اكمل معاكي بقية حياتي كلها. ممكن بقى تحدد لنا ميعاد عشان اجي انا وابي محمود ومامي يتعرفوا على انكل سراج وطنط انجي؟ ايه ما عجبكيش؟ لا بالعكس عجبني جدا، بس انا رايي يعني يا احمد ان احنا ناجل الموضوع ده شويه. ليه؟ يعني خلينا نستنى شويه اما نشوف يارا اخرها ايه وممكن تعمل ايه. احمد صدقني انا خايفه على علاقتنا قوي، عشان كده مش عايزه ابدا حياتي معاك باي مشاكل. مشاكل رنا، بليز ما تفكريش فيها خالص. ما تفكرش فيها.